إن شاء الله راح نتكلم عن المراهقة المتوسطة وعلاقتها بالتغير النفسي والاجتماعي في بعض النقاط المختصرة. هنا في المراهقة المتوسطة والتغير النفسي والاجتماعي يحدد الطفل جماعات وقواعد وأيضا سلوك مفرد له، أيضا يزداد الفضول حول أعضاء الجنس الآخر، أيضا يزداد أحلام اليقظة والاهتمام بالرومانسية عند الذكور والإناث، أيضا يزداد إغراء الطرفين، أيضا حب التجريب بعض الأشياء مثل التدخين والمخاطرة والتعرض أيضا لبعض المخاطر النفسية والعقلية، أيضا تنمو غريزة حب الجنس والسلوكيات الغريبة التي ترتبط بالجنس ومفاهيمه في عقل المراهق في الفترة المتوسطة، كلها طبعا علاقات متغيرة ونفسية واجتماعية، وأيضا علاقاتها بيولوجية سلوكية جنسية داخل الشخص داخل الذات. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. أتمنى كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.